هي المرأة القبائلية التي ولد معها التحدي لتكون جنبا لجنب مع زوجها في السراء والضراء، مثال السيدة حليمة التي تقضي معظم وقتها في خدمة الأرض لتجعل من مزرعتها جنة ساحرة تجنى منها كل الخيرات، كما توصف بكل الأوصاف الحميدة نظرا لصدقها وأخلاقها. الوقت زمورة، عندي زمورة نخدم زمورة، قلع نفارسي تولي عندك مصان لقو ما كفو زمور دعنا نزرع الفصل، دعنا نزرع الفصل، دعنا نكس البطاطا يقنا رثايا توجور إلا شغل لون بفرس يعرجون نقيك الزغل قهن نفارسة تجور قيل قهن تفارسة ذي تفسوثو كل قضاء دعوك سلم قاس صافي تلقو تدوار كان دي الخدمة شوية شوية، خدمة البطاطا، خدمة الفصل، خدمة الفلفل في حيرين الكلي. تقوم هذه السيدة بتربية الأرانب، هذا الحيوان الأليف الذي ولد لديه الإحساس والشعور بإحسان هذه المرأة الكريمة التي تعتبر منبع الرفق له. تفادي منه تربية ما كنا حكم لك ذي جهان جهان تسقسي رضي ذس ما هنتو لكني سوتي مش طحني لكلي دميثي تسيار في ذي السياس الفاس نسال اللي يسير كل شكي تدرقق. تفادي منه أما كنا كذي ذي جهان قيمة ما روح على غرصن دايور طوالي طبيعة ميد كرامو الدارار ذي نار غرصن سبب قدي جنوني تحسون هذاك الشيء ما كنا يتحرفون تنقيزين لكل باسكو غنتنومي ذي. نشاط هذه السيدة لم يكتفي هنا وليس لديه حدود، بل تقوم يوميا بصناعة الصابون التقليدي بمكونات طبيعية ذو فوائد عديدة لجلد الإنسان. خدمة الكرموس، خدمة إغراض نكذي يميذيك يتفغ التطربية خرب وننزيك تسير ضيس حرفو ضيمانيك مسير الحبيكس مسير الصاركس لابوينكي تلي تلققت بيا هيني لها مليح ويكسس الحب ويكسس ليطاش ويكسس الصار تخولا الانفكسيون يلها كلش وضعت مليار عمال خدمة. الشكر الموصول لهذه المرأة وأمثالها في منطقة القبائل التي وقفت صامدة لأجيال عدة ولا تزال تكافح للمساهمة في خدمة المجتمع الجزائري.